ولكن السلطان أفحم الوزير وأخذ عليه مسالك التفكير وأعلن أنه سيقطع الشك باليقين وأمر بإحضار أحد المساجين ليشطر التفاحة شطرين ويطعمه أحد النصفين حتى يرى أثرها فيه قبل أن يقربها من فيه. ولم يمض غير قليل من الزمان حتى رجع العبد مرجان ووراءه بعض الأعوان وفتح الباب وأقبل كبير الحجاب. السجين يا مولاي السلطان. هاتوا هنا أوام. أمر مولاي. مظلوم، والله مظلوم، يسرقوني وكمان يحبسوني، ده يخلص ربنا؟ انت اسمك ايه؟ خدامك عم الشيخ صابر. وعملت ايه يا عم الشيخ صابر؟ وانا يا ابني هعمل ايه؟ امال حبسوك ليه؟ ده مولاي الوزير بعتلي عشان ياخد الكام بقره اللي حيلتي. امتى الكلام ده؟ اسكت انت. حبستوني ليه؟ قولولي عملت ايه؟ ومراتي مسكينة سايبها عيانة، لحد يساعدها ولا حد يسأل عنها. ولادك فين؟ ولا انت ما عندكش؟ ربنا ما أرادش. معلش. وده يرضيك يا مولانا السلطان، أظن اللي حصل ده ما يخلصكش. كويس كده يا شهلان. هو فيه مجرم بيقول انه مجرم يا ملك الزمان؟ طب اسأله جيران. لا 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 لا، انا مش هسأل جيران، انا هعمل لك امتحان. امرك يا ملك الزمان. التفاحة دي انت شايفها؟ ايوه. مال؟ انا هقطعها نصين، انت هتاكل نصها، وإذا جرالك أي حاجة. حاجة زي إيه؟ أنت تسمع اللي بقولك عليه وتعمل بيه. طيب أنا تحت أمرك. إذا أكلت نص التفاحة دي وكنت مجرم هتاخد عقوبتك، وإذا كنت بريء هتظهر براءتك. طب وإذا براءتي ظهرت لك؟ أأمرهم يفرجوا عنك. أنا في عرضك. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. ادي نص التفاحة بتاعتك. تسلم ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، هو ده التفاح اللي بيقولوا عليه؟ هو انت ما اصلكش دقته ولا ايه؟ ان جيت للحق لذيذ يا مولاي، بس انا بستغرب بتشبعوا منه ازاي؟ انتوا بتضحكوا. الله يحظكم. عن اذنك بس ارفع يدك. ليه؟ هو نص التفاحة التاني مش عشاني؟ لا، النص التاني ده مش بتاعك. ده لذيذ بشكل. أو يبقى كده الأكل. الله يمسك بالخير يا مرزوقة. ازاي حالتك دلوقت؟ زي الزفت. شفت؟ يعني عندك ايه بالظبط؟ هقول ايه ولا ايه؟ ده هيغمى عليه. يا راجل قول، حاسس بايه؟ هو في حاجه اكتر من اللي بيا. ظلموني وسجنوني وكل ساعه يبهدلوني. انا عايز اعرف انت حاسس بايه، حالتك ايه، وده يهمك؟ طب طلعني من سجنك. يا راجل انت افهم الكلام اللي بقوله، افهمني. نص التفاحه اللي خدته مني
بعد ما كلته حاسس بإيه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ هو بالقوة؟ ده انت تعبان، انت صحتك مش تمام. لا يا سيدي انا زي الحصان. بس طلعني من اللومان. ده من شدة اللي بيه مش عارف هو بيقول ايه. الله، انت هتعرف اللي بيه اكتر مني، ده هيجنني. اسمع اللي بيقوله. ده هيقع من طوله. انا مش فاهم الحكايه ايه. انتوا عايزين تعيوني ليه؟ يعني انت باين عليك دايخ. شيء باين بقى، انت عينيك مش مزغلله. لا ده انت اللي عينيك مبقلله. طب بس اقعد ارتاح، اقعد ارتاح. ارتاح بقى كل ايه ده؟ عشان اكلت التفاح؟ خلاص خلاص خلاص. ازاي مظلوم يا ناس؟ يفرج عن عم الشيخ صابر في الحال. امر مولاي. ينصر دينك يا مولانا السلطان. الله. ينصر دينك. حلمك يا مولاي. خلاص خلاص يا شهلان. مش يمكن اثر التفاحه يظهر بعد ايام؟ مش عايز كتر كلام. انت بتستغرب يا سلطانة؟ اتنين يا مولانا. هي دي الفايدة، نخلف اتنين في بطن واحدة ويتجوزوا بعض. لا 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 لا، هي دي بس الكلمة اللي فلتت منها، لكن بعد كده أنا مصدقها في كل كلمة قالتها. حاجة عجيبة يا مولان. ما هو لو ما كنتش شفت بعيني ما كنتش صدقتها يا سلطانة. والكلام ده كله حصل إمتى؟ النهاردة. عشان كده اتأخرت عليا. وهو ده شوية. لازم العجوزة دي جنية. وليه ما تكونش إنسية؟ مش بتكلم المية وتظهر وتختفي في ثانية. أنا قلت إنها تكون من أهل الخطوة، ودول بيبقى لهم جاه وسطوة. يعني هنخلف يا مولانا السلطان؟ ونجيب اتنين كمان. بس ما يتجوزوش بقى. أنا بتكلم جد. طب وهي فين التفاحة دي؟ اهي. الله. بتضحكي ليه؟ انت اكلت النص بتاعك ولا ايه؟ لا لا، دي رخرة لها حكاية. حكاية ايه يا مولاي؟ الوزير يا ستي قاعد يخوفني ويقول لي ويعد لي، خلاني جبت واحد سجين وقطعت التفاحة نصين وخليته ياكل نصها قدامي، واحتفظت انا بالنص التاني. يعني النص ده بتاعنا احنا الاتنين؟ هقسمه ربعين. بسم الله. اتفضلي. اياك يكون اني الاوان. بس سمي بالرحمن. بسم الله. توكلت على الله ونعم بالله. مين؟ افتح يا مرزوقة. انا صابر. صابر؟ مرزوقة. الله الله الله، انت بتعيطي؟ عملوا فيك ايه؟ قولي. ولا حاجة، الوزير حبسني والملك طلعني. الملك؟ ايوه، بعد جابني وسألني وظهرت قدامه براءتي.
استنى أول استنى. شوفي يا مرزوقة، شوفي. إيه ده؟ شم ريحتها. الله، دي ريحتها تخلي الواحدة عايزة تاكلها. ما أنا جايبها عشان تاكليها. هي تتاكل؟ أيوة أيوة، بس دقيها. طب خد. لا لا لا، كليها انتي، أنا كلت نايبي. ودي نايبي؟ أيوة، بس سمي. بسم الله. الله، حلوة يا مرزوقة. اسمها ايه البتاعة دي؟ الله، هو انت ما تعرفش اسمها ايه؟ لا، ايه؟ ده بقى اللي اسمه التفاح. هو ده التفاح؟ أيوة هو ده التفاح. وجبتها منين؟ معرفش ايه اللي خلى الملك يبعت لي وجاب التفاحة دي وقال لي انا هقسمها نصين، تاكل نصها قدام اللي قاعدين، اذا كنت بريء هتظهر براءتك، واذا كنت مجرم هينكشف جرمك. شوف شوف شوف، هو التفاح يعمل كده؟ يظهر كده. وبعدين؟ أنا لما دقتها ولقيتها بالشكل ده ما هنش علي أكلها من غيرك، خبيت الحتة دي وجبتها لك. يا حبيبي يا شيخ صابر. أمال، هو أنت شوية ده أنت أغلى من عينيا. الحمد لله على السلامة. وهكذا سخر القدر وساقها عبرة من العبر، فقد أراد السلطان أن يلتمس لنفسه الأمان، فأدخل ذلك الشيخ الفقير بدون قصد أو تدبير في ذلك السر الخطير. ومرت الأيام في سلام.